مشاهدينا، هذا بالنسبة لأداء العملات والحديث حول أسعار العملات. ينضم إلينا من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك رائد. نبدأ بالخبر الأبرز وهو عن الدولار وكلمة جانيت يلين اليوم أمام الاحتياطي الفيدرالي حول الإشارات التي تعطيها لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة بعدما شهدنا تباين وانقسام بين أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية. طبعا بلا شك ننتظر هذا الندوة اللي هي راح تكون بعنوان خطابة، راح يكون بعنوان التضخم وعدم اليقين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مهم جدا يجب الوقوف عنده، وبالتالي راح نحصل على تصريحات أو تلميحات بشأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان إلى حد ما يشكل نوع من العقبة أمام إمكانية رفع ثالث لأسعار الفائدة، ولكن بعد الاجتماع الأخير الذي يعني عزز احتمالية الرفع لأسعار الفائدة، والآن الاحتمالية هي بحوالي 70% أن يكون الرفع الثالث في شهر ديسمبر هذا العام. طبعا ما ننتظره حقيقة في هذه الكلمة هو يعني مزيد من التلميحات، أولا حول رضا الفيدرالي عن مستويات التضخم وعن أن التراجع الأخير الذي كان في معدلات نمو التضخم هو مؤقت، يعني تأكيدات، مزيد من التأكيدات حول هذا الموضوع، وهذا بلا شك سوف يعزز إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، إضافة إلى ذلك تقليص ميزانية الفيدرالي الأمريكي التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الأخير أنه سيبدأ التقليص عن في هذه الميزانية الضخمة اللي هي بحوالي 4.5 تريليون دولار أمريكي ب10 مليارات كل كوارتر، سوف يتم تقليص هذه الميزانية الضخمة، وبالتالي الفيدرالي سيصبح أكثر استعدادا بعد تقليص الميزانية ويعني نقول دايت للميزانية. راح يكون نوع من مقدرة الفيدرالي على مواجهة أي تحديات واستخدام أي وسائل تيسيرية إذا ما استلزم الأمر في المستقبل، ولكن الآن الوضع هو لتشديد السياسة النقدية. طيب نتحدث عن اليورو بعد تصريحات ماريو دراغي بأن تذبذبات العملة دلالة على حالة عدم اليقين وأنه لا تزال هناك حاجة لتيسير نقدي. هذه التصريحات وأيضا انتخابات التي حصلت عليها أنجيلا ميركل لرابع ولاية لها على التوالي، وهناك تحديات سوف تواجهها أنجيلا ميركل في وجودها في البرلمان حول تشكيل حكومة ائتلافية. بالتالي ما تعليقك على اليورو خلال الفترة القادمة، وخاصة أنه يشاهد الضغط، هل سيستمر الضغط وإلى أي مستويات سوف يصل إليها؟ نتحدث على أنه اليورو أمام مجموعة كبيرة من الضغوط حقيقة في الفترة الحالية، ولعل أبرز هذه الضغوط مثل ما تفضلتي حديث ماريو دراغي بأن هناك تذبذب يعني وعدم يقين بشأن توجه اليورو، بشأن اليورو المرتفع وتأثيره أساسا على الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو. بالتالي بمعنى آخر لا يوجد هناك أسعار مرتفعة في اليورو، إنما الدعم الحقيقي حقيقة في الوقت الحالي هو لأن اليورو المرتفع لا يفيد الاقتصاد بشكل كبير، بالتالي موجة الارتفاعات الأخيرة التي شهدناها على اليورو ممكن يكون تسبب يعني أمل موجتها ضعيفة نوعا ما، ولن تستمر بالارتفاعات بشكل أكبر، ولذلك قد يكون افتتح الباب حقيقة لموجة هابطة على اليورو في الوقت الحالي، قد تصل إلى ما دون مستويات 17 عند مستويات 16.50 خصوصا في الوقت اللي الدولار الأمريكي أمام فرصة رفع أسعار فائدة. طيب رائد، أسألك باختصار عن أسعار النفط التي قفزت بقوة إلى أعلى مستوى لها في عامين، برنت تقريبا اقترب إلى مستويات 60 دولار، تعليقك على أسعار النفط والأسباب وراء ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل؟ إعادة توازن في السوق بشكل واضح، التزام الالتزام الكبير من الدول المشاركة في الاتفاق بتقليص الانتاج وتجميد الانتاج كان يعني واضحا في الفترة الماضية، ذلك دعم
بلا شك ارتفاعات اسعار النفط، والاسباب التي ذكرت فيها انت مثل قطع الامدادات بين تركيا وكردستان، وبالتالي ذلك يقلص نوعا ما من السبلاي او المعروض النفط الموجود في الاسواق. لكن السؤال هو الاستقرار يحتاج البقاء لفتره اطول فوق مستويات 52 دولار للبرميل، وان يكون هناك على الاقل اغلاقات اسبوعيه نراها فوق مستويات 52 دولار للبرميل، ولا أن تكون عرضة لارتفاعات مؤقتة في الوقت الحالي حتى نحكم عليها بأنها هناك عملية إعادة توازن. نعم يوجد عملية إعادة توازن، ولكن الأمد تبعها نحتاج إلى إغلاقات وإلى فترة وامتداد أكثر واستقرار فوق 52 دولار للبرميل بالنسبة للWTI حتى يكون هناك يعني إشارة أوضح أن السوق النفطية إلى مزيد من الارتفاعات على الأقل من وجهة نظر فنية. رائد الخضر شكرا جزيلا لك.